الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته. تغمد الله فقيدنا بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما أن الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا الكبار العظام البررة في العراق خصوصا، وأيضا في بلدان المسلمين في البحرين وفي باكستان وفي لبنان وفي سوريا وفي كل بلاد الإسلام ممن قتل مظلوما، تغمدهم الله جميعا برحمته وانتقم من قاتليهم بالهزيمة إن شاء الله. وها نحن نجتمع هذه الليلة لنؤبن شهداءنا، وأيضا لنستحضر القضية التي استشهدوا على طريقها. إنها قضية الأمة، وهي ليست قضية العراقيين ولا قضية الشيعة، وإن كان الجهال يروجونها كذلك. المطلوب هو أن تكون هذه الأمة أو لا تكون، أن تكون أمة العرب أمة المسلمين أو لا تكون. وهناك فكر تدميري هو ذلك الفكر الذي خطط للقضاء على إسلام محمد بن عبد الله. عندما يستهدف علي فإنما الاستهداف هو لمحمد. يعني أنت ما تشوف واحد في الدنيا رجل عظيم وكل أهله مضروبين ومقتولين، يعني ما يمكن أي عظيم في الدنيا أهله يكونون العظماء وزوجته وأخوه أما أن يكون محمد فقط. نحن نحب محمد لكن كل أهلنا اشتتهم. يعني الهدف هو محمد، ليس الهدف هو علي وليس الهدف هو فاطمة، وإنما الهدف هو الإسلام المحمدي الذي كانت الخطة التي هي اليوم تتوالى فصولها. الخطة هي استبدال إسلام محمد بالإسلام الأموي، الإسلام البدوي، الإسلام القبلي، الإسلام العائلي الذي ما يزال يعيش بعد 1400 سنة ونرى فصوله كل يوم تتكرر، ولكن نحن لا نقرأ لا نفهم لا نعي ما حدث في بلدان العربية مؤخرا. لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذه الخطة الجهنمية التاريخية الحالية الجديدة القديمة. العراق برغم كل ما يقال عنه، أنا كتبت ما شاء الله عن العراق وضد كثير من الأشياء وبرغم كل السيئات التي في العراق، لكنه البلد العربي الوحيد الذي فيه شيء من الديمقراطية. ما في بلد ثاني، يمكن لبنان شوي، لكن العراق هو البلد الوحيد الذي تجرى فيه الانتخابات وفقا للقانون للدستور الذي كتب. صحيح كتب تحت بحضور المحتل الأمريكي، لكن العراق له أربع ميزات ما أتذكرها ولا لا، لأن عرفنا أربع كاتب عنها بس ما أتذكر. الميزة الأولى أن العراق أسقط النظام كله، مو مثل بقية الثورات اللي أسقطت رؤوس الأنظمة وبعدين انقلبت عليها، أسقط اقتلع النظام كله. العراق هو البلد الذي أقام الديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية المزيفة بمعنى انتخابات للشعب وكذب دستوره بأيدي أبنائه. العراق هو البلد الوحيد الذي رفض الطائفية، رفضها طبعا. الآن شوف تبعات هذه بعد أن غذيت بشكل كبير، ولكن 10 سنوات من القتل الطائفي ومع ذلك الأكثرية، يعني الأكثرية لم تتحول لم تتبنى الطائفية إذا فشلت الطائفية. يعني فضل الأكثرية لم تتبناها من ابتداء من قيادتها الدينية إلى قياداتها السياسية. هي المسألة الثالثة. والمسألة الرابعة أن العراق هو البلد الوحيد الذي طرد الأمريكيين. ما في بلد ثاني طرد الأمريكيين، ما في بلد وقع على سوفا على اتفاقية سوفا وقال أن الأمريكيين لازم يحاكمون وما عندهم حصانة إلا إيران سنة 63 عندما ثار الإمام الخميني. والعراق الآن كل الدول العربية ما أعتقد، يعني ما حسب علمي ما في واحد منهم من هالبلدان وقع اتفاقية مع الأمريكيين يعني تصر على محاكمة الأمريكي عندما
يرتكب جرما في ذلك البلد. وبالتالي العراق تميز عن بقيه الدول الاخرى التي راينا كل مقلوبه فوق تحت. ولذلك لا يراد التجربه ان تستمر. المشكله اذا العراق يستمر، لو العراق من 10 سنوات استقر واستمر وقام على عوده، كان كل الدول العربيه تتغير. يعني العراق مدخل الى العالم العربي برغم ما يشاع عن انتمائها الطائفي. اقول اليوم المؤامره ها هي تتجدد ويعني تفصح عن نفسها في شكل دمويا مقيت. الى اين تسير العراق؟ ما هو مستقبل هذا البلد؟ طبعا انا شعوري ان المؤامره سنسقط. يعني اذا 10 سنوات ما قدر يتحقق شيء وتزعزع هذه المؤامره ايضا ممكن ستمر، ولكن طبعا بشروط. اهم الشروط توحد اهل العراق. يعني اهم شروط هزيمه العدو المعتدي هو ان يتوحد اهل العراق، اهل العراق خصوصا الاغلبيه منهم. يعني اذا توحدوا فبتكون مهمه هزيمه عدو خارجي او داخلي محرك من الخارج ما هي مشكله كبيره يعني، ولكن بشرط ان يكون هناك قدر من التفاهم والتوحد وتاجيل كافه الملفات والاستحقاقات الى ما بعد انتهاء هذه الازمه. لا اريد ان اطيل كثيرا، فلدينا متحدثان كريمان واعتقد انهما سيغنيان النقاش والحديث افضل مني، وهما اخونا الكريم الدكتور حمزه الحسن الكاتب المعروف والمحلل السياسي، وايضا الاستاذ كريم مدر، وكلاهما سيتحدث عن المشهد العراقي قراءة فيه وفي تداعياته المحتملة. ندعوهما إلى المنصة ونستقبلهما والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدي بالأخ الكريم. الأستاذ كريم بدر الشيخ حسن التريكي ما كتب أي تعريف عن دكتورنا الكريم. إعلامي غني عن التعريف. أنا أعرف إعلامي يعني، بس أكثر من هذا ما أعرف كثير يعني. فهو كاتب وباحث سياسي وبعد جميل وسيم ومفكر ويلبس نظارة. فنستقبله أيضا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى 35 بعدين خلص 8:30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. زيد من فضلك جيب لي الماوس من فضلك على لان هذا ما يشتغل بدون ماوس لانه حديث جدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المنتجين. صلى على محمد وعلى محمد وعلى محمد. نفس الشيء. اللهم كل ولي ذا الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه إن شاء الله، وعلى أرواح الشهداء السعداء على روح من اجتمعنا لأجله نبدأ بقراءة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة بسم الله. إياك نعم. في البدء أنا كان الحقيقة لدي مدخل آخر للحديث، ولكن لا بأس أن نبدأ بالشهداء
لأنه أجمل قيمة للإسلام وأجمل وأهم قيمة لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم هو الشهيد، قيمة الشهيد. الشهيد السعيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، خاصة شهداء الأمة الكبار، شهداء المرجعيات حينما تنزل إلى الساحة لتعيد الأمور إلى مسار الحقيقة، إلى مسار أهل البيت سلام الله عليهم. الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه المهمة، ونحمد الله أن لدينا هذه المرجعية ولدينا هذا المنهل العذب نرجع إليه ونتكئ عليه. حينما شاهد الأمة قد فقدت إرادتها، الأمة فقدت إرادتها على الفعل، ما عندها قدرة على التمييز، ما تستطيع أن تشوف. الأمة تصل حينما تبتعد عن طريق النور وطريق الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة ما تستطيع التمييز. أنا ربكم الأعلى، وأطعوه. فقدوا كل قدرة على أن يتحولوا إلى إنسان بشر. يأتي الشهيد ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، لكنه الشهيد يحتاج إلى أن تكون لدينا إمكانية على أن ننهل من دمه. وهذه يقع عليك أنت، لأنه الإسلام والدين ومدرسة أهل البيت توفر لك هذا. تحتاج أنت أن تجهي يوميا هذا المجسات اللي ممكن تسحب الشهادة. هذا دم في جسد الأمة، هكذا قال وهكذا الشهيد الصدر على ما أذكر. الشهيد ودماء الشهيد هي 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 قوة في جسد الأمة حتى تستطيع المقاومة. وما أحوجنا إلى استحضار الشهداء وقيمة الشهداء وإلى استحضارهم حتى نستطيع المواجهة. الآن نحن في خط شروع للبدء بمواجهة مشروع لا يمكن التراجع عنه على الإطلاق. حاولنا في بداية التغيير أن نغلف المشاكل اللي مرت بالعراق مع الأسف الشديد، وأنا قلت هذا الكلام في أكثر من مكان، غلفناها بالوطنية وأن هذا حوار وطني وأن هذه مصالحة وطنية وأن وهذا ابتعاد ومحاولة لعدم الوقوف في وجه استحقاق يجب أن يواجه. وأنا قلت في مرة أنه هذا زي الكرة، أشبه بكرة الثلج التي تدحرجت، قد ما تتركها على المواجهة راح تكبر وراح تواجهك بلا فضاء، والهروب منها يعني ما راح يحل الموضوع شيء. وها نحن الآن نواجهها دفعة واحدة. السبب الحقيقي اللي أوصلنا إلى هذا أنه تحتل مدينة الموصل وتنهار القطاعات اللي موجودة في مدينة الموصل، القطاعات فيلق في مدينة الموصل، فيلق ثلاث فرق مدرعة تسقط، يعني معناها في مشكلة كبيرة جدا لدينا. وهذه المشكلة هي مشكلة التأسيس منذ البداية، هي مشكلة أنه هذه الأمة بدأت ما تعي الأمة. احنا بدينا نبتعد كثيرا عن خط اهل البيت، نبتعد كثيرا عن الطريق السليم القويم، نبتعد عن تشخيص الاعداء وتشخيص الطريق. حينما لا تستطيع التشخيص تبدا الضربات تجيك من مكان انت ما تتوقع اصلا. هذا هو النقطه اللي حصل. حينما الجندي ما يدري يقاتل من، يرى العدو في لحظه ما عدو يسبه ويسقطه، وفي لحظه ما يصبح قائد هذا يجي عليه يصدر الاوامر، وفي لحظه اخرى هو اللي يسلم رقابهم الى القتل المجرمين، واللحظه الاخرى اي مشروع هذا وين رايحين؟ هذا هو بالضبط الذي حصل. لذلك احنا الان نحتاج الى ان نعيد قراءه هذا الواقع. لا وقت. الذي يريد أن يخاطب هذا المشروع القادم من أنه مشروع وطني ويحتاج إلى مصالحة، وأن نفرز الأخوة الآخرين نحتاج من إيدينا لهم، وأنه من الممكن استيعاب هذا الحراك، هذا ليس يعني مستغفل، ما أقول كلمة أخرى، وإنه قد يصل درجة الخيانة. الآخر جاي يفرض إيقاع المعركة عليك. الآخر اللي مسك الأرض رفع شعارات واضحة أبداً، وهو من الوضوح بدرجة أنه لا يمكن أن تحول إلى أي شيء آخر، ويقول أن الآخر رافضي نقطة، يقتل وتسبى نساءه،
يتحرك شعار أن لن أقف في سامراء. أستغفر الله، هدفي هي كربلاء، ما أقدر أقول هالكلمة بس قالوها هم، وأكيد عرفتوها، والنجف كذا. يعني نعم منجزة قالوا. نعم، فأنت أمام هكذا مشروع. مشروع يأتي شخص من أقصى الأرض حتى يفجر نفسه بيك. شلون تواجهها؟ تواجه بمرتشي. كيف نواجهه؟ نواجهه بشخص ما يؤمن بالعملية السياسية على الإطلاق ولا يؤمن بهذا الوطن. كيف؟ نحتاج أن نقف لنم أوصالنا. يحتاج أن نشخص الأمور بدقة ولا مجاملة أبداً. لا يمكن أن نتجاوز. أن نجامل على حساب الدم. ونحتاج وحدة الصف حتى نستطيع أن نتحرك. أثني في هذه المناسبة وأقول الحمد والشكر لله أن لدينا مرجعية تستطيع أن ترى بوضوح وتشخص المسارات بوضوح أيضاً. لأنه لولا المرجعية لكان الثمن غالي جداً وباهظ جداً ممكن أن ندفعه. لأنه المرجعية سحبت الأوراق من يد السياسيين وسحبت الأوراق من هذا الخطاب الفوقي وأنزلتها إلى الأرض بيد الناس بالشارع. الناس ترى دمها بوضوح، ترى حراكها بوضوح، ترى أعداءها بوضوح. وهذا هو الخطأ الجسيم اللي وقعنا به، أن أتمشى خصنا عليه. البارحة كان في لاهاي مظاهرة للدواعش، نسميهم هؤلاء نفس هذا الفكر السلفي التكفيري الجهادي أمام السفارة العراقية، المفروض يطلعون بكرة. البرلمان الهولندي مجتمع على هذا، مجتمعين. إنه كيف نسمح لهؤلاء يطلعون في لاهاي؟ والحرية لا تتسع لأعداء الحرية، وهؤلاء يرفعون شعارات تصطدم تماما مع الحرية، وبالتالي ارتفعت آراء سحب الجنسية من هؤلاء، وأخذوا أسماءهم ولغت التظاهرة، والآن في لغط كبير داخل هولندا البارحة سمعتها اليوم أيضا. لماذا؟ جاي يشخصون الحالة، هذا هو الوضوح، هذا وضوح الرؤية. من يتحول عندك داعش إلى طرف سياسي؟ خطورة ما يحصل في العراق هي هذا الشعار الذي رفع، ان هذه امه مهمشه وانت همشتهم والمالكي دكتاتور، وبالتالي انت عليك ان تشيل المالكي وتعطي هؤلاء حقوقهم. هسه ما حقوقهم، شنو صار في الحقوق اللي يردوها؟ مو في المشكله، احنا نقعد نكتب الحقوق. مش ما هو الشعار المرفوع حتى تاخذ حقوقك؟ هل هو شعار سياسي؟ وهل هو طرف سياسي ممكن استيعابه بمشروع سياسي؟ ابدا. الذي يمسك الارض يتحرك بإيقاع مختلف عنك تماماً، وهي منظمة أفرزت من قبل القاعدة كمنظمة متطرفة. جبهة النصرة في سوريا اللي هي القاعدة اللي فجرت في كل مكان بالعالم تفرز داعش على أنها منظمة متطرفة جداً. فإذا هذه المنظمة المتطرفة جداً كيف يمكن أن تفرز على أساس هذا مكون وطني أو 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 مكون سياسي تجلس معه على طاولة المفاوضات؟ أي مفاوضات هاي؟ كل الذين يدعون أنهم يمثلون هذه المناطق لا يمثلون إطلاقاً. وإذا فرزتهم أنت على أساس أنهم ممثلين، هذا أنت راح تقع في نفس الخطأ وتعيد تكرار نفس المأسات. نحتاج فعلاً أن كل اللي موجودين بالخارج اللي موجودين بالداخل لا وقت لأن نضيع على الإطلاق. لا وقت. عندك إمكانية أن تفيد أهلك بتنويرهم في موقف ما أتحرك. ممكن أن يكون عندنا تظاهرة في مكان ما أتحرك. حرك وسائل الإعلام. نحرك التظاهرات. نوضح للناس ماذا يحصل. نوضح الرأي العام اللي موجود. معركة فرضت عليك ظرف. وهذه المعركة هي ليست طائرة. وأنا كتبت عنها أكثر من مرة. قبل ست شهور سنة تقريبا بديت أكتب حسب وهاجس حينما أجمع التفاصيل والمعطيات ترسم مشهد مرعب حقيقة. العربة الأخيرة في القطار الشيعي الأخير، يا أبا إسراء أرى شجرا محملا بالسارين يمشي، أعتقد هذا الخمسة وكلش واضحة ودقيقة جدا ولا هو قبل النهار يعني. والحمد والشكر لله أن بحكمة المرجعية ونهضة أهل الحق وأوقفنا التداعي وأوقفنا هذا الانكسار. والآن احنا في مرحلة نحتاج فيها فعلاً إلى تحشيد كل الطاقات حتى نوقف، لأن المشروع كبير جداً.
المشروع اليوم البارحه وقبلها بدت شعارات القاعده في شوارع الرياض وفي شوارع جده وفي قطر وفي الكويت يرفعون راياتها في مشهد غريب عجيب مشهد متواضع جدا. احد الاخوه اللي يعني باحث في قضايا الارهاب اتصل بينا البارحه يقول اكو خط اسطوري الان جوي بين القطر بين الدوحه وبين الموصل. خط سياسي. لاحظوا الاعلام، الاعلام هو الذراع الاهم في هذه المعركه، لان الاعلام يسلب الجندي ارادته، يسلب الناس ارادتهم، يسلبهم قدره على ان يشوفون اعدائهم بشكل واضح، وبالتالي العدو متمكن منك لان انت ما جاي تفكر، انت اللي قاعد ما تدري بهسه عدوك صديقك من هذا، وهذا هو المشروع جاي يتحرك. مشروعي يتحرك بشعارات مختلفة تماما عن حركته على الارض. وهذه خطوط تتكمل، هو متمكن وعندهم قدرة وعندهم استراتيجية ولديهم ضباط اركان متمكنين جدا ولديهم تسليح قوي وتدريب عالي. قبل فترة اكتشفت في مناطق الصحراء معسكرات للتدريب في منتهى الانضباط. معسكرات ضبط ويعني يشرف عليها ضباط كبار. يعني المشروع في منتهى الخطورة. والمعركة أنا في تقديري أراها أكبر من موضوعات العراق. علينا إحنا أن ننزل شوية من هذا السقف العالي والشعارات العالية ونبدأ نتكلم بأسلوب واضح مفهوم بلا رضانة. بلا رضانة. سوريا، العراق، لبنان، ايران، هذه المساحه اللي اشير لك عليها. السعوديه، البحرين، هذه المنطقه قلب مساحه المعركه فيها. وساحه الميدان المعركه هذا العراق وسوريا هذا الميدان. فعلينا توحيد الجهود والكلام بشكل واضح وصريح وان نطلب المعونه من كل انسان ممكن اي صديق. نحتاج لانه حتى نستعيد انفاسنا وحتى ممكن ان نقف على الارض وحتى ممكن ان نواجه نحتاج الصدق ونحتاج الاخلاص ونحتاج ان نستحضر اهل البيت سلام الله عليه اهل البيت اللي علمونا الشهاده وهؤلاء الاوغاد اللي جاي يفهم الاسلام بهذه الطريقه البدويه المتخلفه اهل البيت علمونا معنى الشهاده إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني رافع شعار الإسلام وشعار الإنسانية ويبكي على قتلته وين؟ وهذا اللي ينتحر بالأطفال وين؟ وهذا اللي يفجر نفسه بالسوق وين؟ إحنا أهل العقيدة الشيعة اللي رافعين لواء الإسلام الآن هم أهل العقيدة هم أهل الإسلام هم رافعين راية الحسين سلام الله عليه هم رافعين دم الحسين، شلون دم الحسين يوم ما كلام يوجد؟ شلون يصير يعني هذه نحتاج ان نرجع شوي. نعيد تفسير الامور والاحداث ونعيد نرجع الى الارضيه الحقيقيه اللي ممكن ان نقف عليها لانه هذه الارض عصيه على الهزيمه. وفيها رجالها اللي راح ينقذوها اكيد لان الله سبحانه وتعالى اختارها لان تكون هكذا مو احنا. الله سبحانه وتعالى اختار العراق لان تخرج منا الرساله الى كل الارض، رساله الله سبحانه وتعالى. من العراق. فليوز من العراق. ولم يستطيع ان يهزمه، لكن نتكلم هكذا لنقلل حجم الخساره. نتكلم هكذا حتى لا نظلم احد. نتكلم هكذا حتى لا تتسع دائره الموت ودائره القتل وتشمل الناس اللي ممكن يكونون ابرياء. وممكن يكون ما إلى دور في الموضوع لأنه أنا أقولها أيضا بالسياق الآخر أن هذا الفكر المتطرف هذا ممكن أن ينتحل صفة التمثيل لأنه الكثير الآن يقول لك أنا أمثل السنة والبيان القبيح اللي صدر من القرضاوي هذا شيء كلفتنا اللي يرى في داعش أنه هي الممثل الحقيقي للسنة في العراق داعش هي التي تتصل بمشروع سني هذا الموضوع يعني هاي داعش اللي ما تعرف سني وشيعي هي تعرف لديها نص وهذا النص حسب لهم هم يروه هكذا وهذا النص اذا خرجت عليه انت كافر مرتد تمارس الانتخابات كافر مرتد احد شيوخ الحراك اللي هو هذا شيوخ المنصات قبل فتره كان في سامراء حرم بيع الهويات اللي يبيعوها قبل الانتخابات قتل ابدا
حسيت انه وقلتها طبعا انا قلتها في احد البرامج قلت انه هؤلاء مو مشروع قتل يا ناس مطايره قبل هذا المشروع الضخم الكبير مشروع اللي رصيده اكثر من مليار دولار اي منظمه تكون اغنى منظمه في العالم من هذه المنظمه اللي تمتلك اكثر من مليار ونص دولار شنو امكانياتها شنو التنظيم الهائل والمعلومات اللي اكتشفت في الموصل قبل ايام من سقوطها معلومات في السيدي اكتشفوا شيء مثير يعني مخترقين الاجهزه الامنيه واجهزه الجيش واجهزه الكذا شنو هذا اللي يصير لذلك اقولها يعني بطمئنة اننا ان شاء الله نعود المرحله نعود لانه اهم عمليه النصر هي ان تمتص الصدمه في صدمه عنيفه صح اصلا والتداعي هذا كان ممكن راسبين لان تسقط بغداد لا سمح الله هكذا هو الخطه يعني خطه لان التداعي ما استطيعت انها خاصه بالجيش يعني اللي مخاطبين بالعسكريه ويعرفون مساله الحركات وكذا الجندي من ينهار في منطقه بعد ما يشوف بعد ما يستطيع ان يتماسك وخاصه ان الهجمه الاعلاميه اكثر مما هي على الارض يعني الجندي مهزوم قبل لا يوصل للهدف الجندي جاي يرى يعني انا سمعت من فضائيات مع الاسف مش مع الاسف الظاهر هي يعني هاي اعدت هذا الاعداد لهذا اليوم سكاي نيوز اللي كنت اتابعها على انه هاي المنصه للاعدام ابو الوليد بعد ساعات ومن مراسلهم بتلايف من نموسى تدور على العراقيه تلقى ابو الوليد لايف جاي يبث انه هو جاي قاتل من التلافر شو جاي يحصل هذا؟ شلون غفلنا عن هذه الغفله يعني؟ شلون ما كان عندنا اجهزه اعلام قادره على مواجهه هذا الاعلام الداعشي؟ شلون غفلنا عن هذا الموضوع ومن المسؤول عن هاي الغفله؟ شلون ما قدرنا تكون عندنا قوه لديها من العقيده ما يكفي ان تواجه هذا المشروع على الاقل القوات الوخمه مثلا شلون؟ شلون يصير هيك؟ فلذلك الان ما بيها مجال لا محاسبه لا يمكن النقد ما بيها مجال النقد لا تجي توقف وتقول لي فلان ورئيس وزراء كذا وهذا دكتاتور وهذا اخذ هذا الدين ما فيك شيء خلص ما تنقد انت طبيت المعركه وهم سحبوا ورب ضارة نافعة رب ضارة نافعة سحبتنا بكل الاستحقاقات دفعة واحدة استحقاقات السياسية واستحقاقات الفساد اللي نخرنا وحول الجندي إلى ما يعرف وين يروح ومن يجي جندي الضابط مالي يسرق راتبه ويسرق أكله لذلك أنت أمام دفعة واحدة كل هذا اللي سكتنا عنه صار 11 سنة هذا قدام عينك علينا ان نواجه الان لا مجال يجب ان يهزم هذا المشروع باي ثمن لانه عدم هزيمه هذا المشروع معناه يدخل عليه بيوتنا لا يوجد واذا ما نتساعد ونتواصى بالصبر والحاق ونتواصى بان نسير باتجاه الطريق واضح يعني اي انسان يحاول يخرج عن هذا الموضوع ممكن ان نوقفه لا مجال ماكو حل عندنا الايام حاسمة جدا وتتحرك بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ هذه المعركة ليست معركة العراق فقط. هي معركة المنطقة. واقصد بالمنطقه كل المظلومين اللي فيها وهي معركه العالم لان قلت هذا الارهاب فيما لو يعني سيطر على تقول فيه هولندا افرزوها كرمكم يا غاليه ولا يفرزوها في فرنسا قبل ايام اعتقلوا خلايا تجهز انتحاريين لارسال العراق في اسبانيا ايضا في نفس الاسبوع يعني معناه العالم كله جالس يقصها منظمه ارهابيه احنا علينا ان نستثمر هذا الواقع اللي فرزته اداهم ايضا احنا علينا ان نستثمره سياسيا نستثمره اعلاميا نستثمره في كل الامكانيات بحيث نستطيع ان ندعم الداخل ونتواصل مع اخواننا لانه يعني هي المعركه ليست سهله كما اقول نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق اهل العراق يوفق المنطقه ككل وان شاء الله ينصرنا على هذا المشروع المتخلف اللي ما هو مشروع يرفع شعار اقتل الاخر يعني اي مشروع هذا؟ انت تركبني دوله ولا ايش بتبني يعني؟ ماكو شعار الدين من اجى للناس ما اجى انه اقتل ماكو شيء دين يعني ولا اكو شيء حزب سياسي
ولا أبداً حتى المافيات ما قدر يجي. المافيا مو تقتل، بدك تسرق. فأقتل حتى أسرق، بس إذا أنت ما عندك شيء ما قتلك أنا ليش؟ هذا عندك ما عندك الأرض بلا أرض بلا ناس. هكذا هو سبب المشكلة. فنحتاج فعلاً أن نكون يعني متواصلين بالحق والصبر والوعي، وأن نترفع عن خلافاتنا ونترفع عن بعض التفاصيل اللي هدفها تفكيكنا وإيجاد مساحات تغلغل من خلال الإرهاب. أشكركم جزيل الشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام، والحمد لله رب العالمين. شكراً جزيلاً أخوانا الكريم، الله يسلمكم إن شاء الله ويجزي خير. والأتصور المشاعر يعني هائجة بما نراه، وأنا أتفق معك تماماً أن الإعلام العالمي والدولي خصوصاً في هذا البلد، أنا لا أعرف عن إعلام البلدان الأخرى، لكن إعلام هذا البلد واضح أنه ينتمي لجهة وأنه يروج أشياء عجيبة غريبة. أنا كنت متابع الأمور فأصبحت يعني أكره أن أفتح البي بي سي أو أفتح رويترز، لأنني أراها بوضوح منحازة وكاذبة. غريب جدا هذا الادعاء بأن هناك إعلاما محايدا ومتطورا، وهو كله جزء من المنظومة السياسية التي تسعى لإسقاط العراق بعد أن تمرد. يعني لا ننسى أن العراق أزعج الغربيين كثير، يعني يمكن يسكتون، بس العراق أنك تجي تقول للجهة اللي حررت العراق على أساس أنك أن إحنا لازم لابد نحاكم الجنود والرجال الأعمال رجال الخدمة المدنية، ما يصير، ما يقبلون. أنك تقول الأمريكا مع السلامة، هذا ما يقبلون بسهولة. البريطانيين يقولون أننا أخرجنا من الجنوب حتى شكراً ما قالوا لنا. هذا يضمنه لكم منذ سنوات. المشكلة هي والسؤال هو لماذا هذه الغفلة؟ يعني الغفلة تدوم 10 سنوات بحيث يفاجأ الجميع بحثالة من البشر تأتي ومدعومة من هؤلاء وتفعل ما تفعل. المهم وقع السيف في الرأس، وعليكم أن تخرجوا هذا السيف حتى تتمكنوا، حتى يتمكن العالم من العيش بسلام. العالم يعني كما تفضلت العالم كله مهدد، ولكن يبدو أن العالم هو يستخدم هذا كسلاح ضدك المشكلة. يعني نعم، ولذلك هو لا ندري طبعا رب هم يسعون استخدام هذا كسلاح، ولكن حاولوا استخدامه كسلاح سابقا من قلب السلاح ضدهم. ونحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بقواعده، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وبالتالي نحن نؤمن بالسنة الإلهية وأن من يعمل السوء ينقلب عليه، والمؤسس للشر أيضا يدور عليه. الآن نستمع، طبعا نشكر أخانا الكريم على ما تفضل به الأخ كريم مدر، استمعنا إلى كلمات خرجت من قلبه، والآن نستمع إلى نظرة من خارج العراق من شخص يتابع التطورات ما يجري في المنطقة منذ 30 أو أكثر من 30 سنة. الأخ الدكتور حمد الحسن هو من المنطقة الشرقية بالجزيرة العربية، وأيضا قلبه محترق على ما يرى، لأن أي انتصار لهؤلاء الطغاة هؤلاء المجرمين هو انتكاسة له ولي أنا ولكل مخلص ولكل من يحمل همّا رسالياً همّا إنسانياً همّا سياسياً. وبالتالي فنظرته أيضاً ستكمل نظرة ابن البلد الذي يشعر بالحرقة على ما يجري في أرضه. الدكتور حمزة الحسن تفضل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. موضوع العراق ذو شجون، وأظن كل واحد عنده يعني كم هائل من الألم الداخلي، ولكن نحن بحاجة إلى العقل وإلى الرؤية، أيا كان الإثارة أيا كانت التحديات. ولأن الموضوع طويل عريض العراق يعني لا نستطيع أن نخوض فيه يعني ساعات، والمحدد لنا يعني فترة قصيرة، فأنا أختار فقط بعض القضايا التي أعتقد أنه يجب التركيز عليها. أبتدأ بالقول أن هناك حديث ما
مروي في عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله يثني فيها على فيه على اليمن وعلى الشام، يقول اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فقيل يا رسول الله ونجدنا، فقال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فقالوا يا رسول الله ونجدنا. طلع الواحد يقول ايش معنى يعني قالوا نجد؟ لان مكه والحجاز شمالها شمالها الشام وجنوبها اليمن، ولم يبقى عندها الا الشرق اللي هي نجد. فقالوا يا رسول الله ونجدنا، قال نجد قرن من قرون الشيطان، منها الفتنه واليها تعود، او نجد قرن الشيطان. والقرن في الثقافات كلها مرتبطة بإبليس لعنة الله عليه. وهنا دائما إذا تشوف الأفلام وتشوف عند الديانة المسيحية القرن دائما مرتبط به. لكن ركزوا معي فقط على هذه الجملة، منها الفتنة، هذا نعرفها الحين، وإليها تعود. شيء المؤلم، أنا هذا فقط أستفتح به الحديث لأنني سوف أرجع إليه، أريد أن أقول ابتداء أن أزمة العراق متعددة الأشكال، ولكني أنا أعتبر الجذر الحقيقي هي لها جذور عديدة. الجذر المشكلة أن هذه الدولة لا يراد أن تحكمها أكثر شيعية، هذا ليس فقط الإقليم الذي لا يريد، وإنما الداخل أيضا لا يريد أن يحكم الشيعة، لا بناء على الأكثرية. لو جعلت العراق دائرة انتخابية واحدة ما يقبل انتخابات ولا يقبل محاصصة ولا يقبل بأي طريقة كان، يعني ما يريدوك أنت تحكم لأنك شيعي ما نريدك. نظام المحاصصة في العراق اللي يشتموه الإخوان ليل نهار، أنا أظن هو النظام الصحيح، وهذا هو النظام الأنسب نظريا يعني في بلد مكوناته هكذا، هو هذا الأنسب. لكن إذا رفضت نظام المحاصصة فأنت تحتاج إلى نظام آخر، يا بالدراع تأخذ الحكم أي إن كنت أقلية، أو بالانتخابات إذا وفق ديمقراطية ما دائرة انتخابية واللي يطلع نقبل فيه. الأخوة السنة العرب 14 إلى 18% اختطفوا العراق منذ سقوط صدام حسين، هم اختطفوا الحكم في العراق من 1920 أو قبل حتى، لأن الأكثرية في العراق يعني الشيعية وكانت واضحة على الأقل منذ منتصف القرن 19. طيب هذه هي المشكلة. الآن تقول لي هو نظام المحاصصة، هو الدكتاتورية المالكي، هو الاستبداد، هو كذا هو كذا. والله لو غيرت المالك وجبت كل يوم واحد ما راح يحل المشكلة. متى تحل المشكلة؟ مشكلة العراق أن الذي أسقط حكم الأقلية السنية العربي هو الغرب، وبالتالي الذي دفع الثمن يعني ما مو الشيعة هم اللي أسقطوا. لو كانوا هم اللي أسقطوا لربما المعادلة تغيرت كثيرا، يعني لأنها جاءت بناء على قوة ذاتية وأسقطت. أما وقد أسقطه الآخر الخارجي فهذا يعتقد أنه بإمكانه أن يعود، باعتبار أن هؤلاء الدجاج اللي عددهم 15 مليون يمثلون 60 أو 65% من السكان لا زالوا يعني قابلين للسلخ وللذبح أيضا، لا زالوا. وبالتالي هو يعتقد رغم أنه أقلوي وهذا أنه يستطيع أن يقوم بذلك، أن يستعيد الحكم. ليست المشكلة اليوم على حقوق مأخوذة من عند السنة، هي ليست المشكلة، هذا اللي يبغى الحكم كله ما عندك خيار، هذا اللي يقول لك شيء ثاني ترى ما يفهم. هذول ما يريدوا حقوق، مو يقول حقنا هذا وحقنا هذا وحقنا هذا. أنا بالنسبة لي أنا مراقب، يعني أنا أعطيكم محصلة النهاية ما أجادكم في التفاصيل اللي يبغى يناقش يعني نقدر نناقشه. الإشكال إذا أنت أقلوي الجيش حليته، لهذا هم لا زالوا ينعون عليه. الجيش الجديد مو بيدك، أداة التغيير القوة ما في إمكانية. ممكن سبحان الله
أنه أنت تقدر بأقلية تسقط. لا، كانوا يعتمدوا على العمق السني العربي، كانت سوريا بالنسبة إليهم ودول الخليج. هنا هذه هي الحقيقة. إذا تراقبوا العلاقات، هذه النقطة الثانية. لهذا كان السنة العرب اعتمادهم في الحقيقة، السنة العرب في العراق يعني، ليس على قواهم الذاتية بقدر ما فيه على الظهير السياسي والدعم المادي الخارجي. هذه موضوع. الموضوع الثاني له علاقة بداعش. القاعدة تعرف دمويتها، لكن داعش أكثر دموية، لأن دخل عليها العنصر البعثي، قيادتها بعثية، كأنك تجمع نارين معا. ولهذا الدموية هو بدون شيء، يعني بدون دين دموي. فإذا عطيت بعد دين يشرع إلى هذا، فأنت في الحقيقة جعلته يعني يخرج عن كل إطار له علاقة بالعقل. يقال دائما أن الوهابيين استطاعوا أن يستخدموا العصبية القبلية لدى القبائل والخشونة من القبائل، بدل ما يغزي قال له هذا جهاد، بدل ما يطيع شيخ القبيلة، شيخ القبيلة يطيع الإمام، وبالتالي الغنائم أو النهر التي تأخذها يصير غنائم باسم الدين، يعني غير الشكل والمسمى فيتحول إلى دين. الآن هذا الذي يحدث في العراق وبالذات بالنسبة لداعش، وهذا واضح، هو أشرس، هذا واضح في سوريا أو في غير سوريا. وسوف تجدون أن هذه الشراسة، أن السعوديين والخليجيين أكثرهم ذهبوا إلى داعش، لأن هذه أكثر تمثيلا لهم حد ذاته. ولربما يقول البعض، وأنا هذا منهم، أن البعثيين انتقموا في النهاية من السعوديين بقدر ما، بالأخير سيطروا على القاعدة وعلى جزء منها، وهم ليسوا قاعدة، هم ضباط بعثيين مأخذين باسم القاعدة، واللي يتقتل كثير منهم أيضا هم من المنطقة، من السعوديين ومن دول الخليج. يعني الآن الخليجي السعودية التي شاركت في إسقاط صدام بأي كانت الإسقاط، الآن أبناء نجد نفسها الوهابية يموتوا في سبيل داعش الذين أسقطوهم. هذا الذي حدث كله في العراق بدأ لي أنه هو يكشف عن فشل عميق في القيادة الشيعية كلها، من رأسها إلى قدمها، وكذلك في قيادة العراقيين. هذا تفلش. يعني أنا أفهم أن المالكي يستبد بالسلطة، بس خذ، طيب أنت استبدت بالسلطة، فعلى الأقل أحمي أرض، أحمي ناس، يعني انجز شيء. يعني الشيء الوحيد هو الأمن. إذا أنت بعد فشلت فيه، أنت ليس مكانك ها هنا. وأنا هذا أنا أعبر عن رأيي الشخصي، أنا أعتقد سياسيا الرجل انتهى. لكن هل هي هذا؟ هل المالكي لو الآن مثل ما تطلب السعودية راح يغير شيء؟ لا، لن يكون هناك حل في العراق. وهنا أقول هذا أبو هدى موجود، أستاذنا أستاذ غانم وأخوة كثيرين، من 2003 السنة العرب لن يقبلوا بهذا الحكم الديمقراطي أو المحاصصاتي أو الجامع بينهما بدون أن يكسروا. لا بد من كسر ما يقضي على حلم استعادة كامل السلطة. كانوا يكسرون في 2008 على بعد ما دمروا في سامراء، ولكن لم يتواصل. المالكي كافأه، والذي فعله المالكي نظريا صحيح. أنت في بلد ثلاث مكونات تعطيهم حصة. الذي غير صحيح هو أن أعطيت البعثيين، أنت ليش تعطي البعثيين هو ممثل السنة؟ ليش تعطيهم مكان الجيش اللي يمسك رقبك؟ ليش ترجعهم في المكان الأمني؟ أعطيهم أي شيء ثاني، أو حط غيرهم، صعدهم عقداء وكذا غيرهم، حتى يقول أن السلطة هي تفضلت عليه وصعدته. لا يغفر لهذا الفعل الذي حدث. هذه الجريمة، هذه الهزيمة هي هزيمة لكل النخب صحيح، ولكن الذي يتحمل المسؤولية هو من كان بيده السلطة وبيده القرار، مع احترام للجميع. لكن لا يحل الأمر بإزاحة المالك اليوم، يحل بكسر السنة العرب هذولا
البعثية أو النقشبندية أو الداعشية يجب أن يكسروا عسكريا أولا، ثم إذا كان لك فكرة فاوض فاوض وتياخذوا حقهم على عينه وراسنا. الآن ما يفيدك، الآن إذا تعطيهم برضا هو تنازل من عندك وهزيمة إليك، هذا أمر آخر. أنا لا أظن أيضا أن كل ما فعله السنة من يوم سقط صدام كان في صالحه، حتى هذه المعركة ليست في صالحه، بمعنى مو أنه والله سيطروا على الموصل، أنا يعني في النهاية يا أخوان أنتم تسمعوا أهل الفلوجة تشردوا، أهل الموصل نصف مليون طلعوا وما أدري من اللي بيبقى بعد تحت حكم داعش، كل شوية بيتفرهدوا على قولتكم دون العراقيين. الذي يبتلى بحكم السنة هم من؟ أقصد حكم الدواعش هم السنة. هؤلاء مثل ما قال الأخ بدر أنه هذا ما يميزه، يقتل فيقتل غيرك، تسمع أغنية يذبحك، تحلق الحيات يذبحك، تدخن يدمرك، هذا ما عنده، هذا هم استضافوهم سنة العرب حتى يواجهوا الشيعة والاحتلال على الكويت، استضافوهم فأكلوهم، والآن يكرروا ذات التجربة، ولكن هذه المرة تحت قيادة البعثيين وليس تحت قيادة الخارجية، فهذا هو مهم في الموضوع، فلربما يعطف عليهم أقل، ولكنه لن يكون عطفا كثيرا إن كانت العقليات، على الأقل القائد لازم يتماشى ويا القاعدة المقاتلة، والقاعدة المقاتلة كلها وهابية خارجية لا بد أن يتماشى وياها. أنا أظن أن الخسارة كبيرة للسنة. أولاً إحنا نتصور الموصل لا النظام يقدر يعطي رواتب، لا لأصحاب الجيش بيعطيهم شيء، إن عوائلهم أو جزء منهم عوائلهم راحوا إلى البر، ثم ماذا استفدت أنت يعني؟ طيب سني أخذ الحكم في الموصل، هم ماذا يعني؟ هو كسر لحق النظام المركزي في العراق، لكن إذا جيتها حولتها إلى أرقام، الشيعة عادتهم القتل، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، يتحملوا ذا الحد وما تغير قبل الاحتلال أو بعده، ذلك تفجيرات ومفخخات، السني ما يقدر يتحمل هذا المقدار من الخسائر، ما يتحمل، ينقتل منك 1000 وينقتل من 100 ما يتحمل، النسبة العددية أيضا ما تخليه يتحمل، هذا ما أيضا في إشكالية، لهذا أنا أقول الذي جرى ليس في صالحه. السنة أيضا ممزقين، السنة أيضا ضحايا في هذه المعركة والمعارك التي قبلها. الإشكالية أنه أظن يعني أنه هذا الشيعة في الحقيقة تجربتهم التاريخية تجربة معارضة في أحسن الأحوال، تجربة الحكم فاشل واضح، أنا هذا الذي بداري فاشل ما يبغى نقاش أي واحد هذا فاشل. المؤلم إليك أن يطلع لك واحد مثل ضاحي خلفان ويقول لك هذا المالك ما يعرف يدير حتى مدرسة، وهذا الكلام أشك أنه ما لا، هذا كلام هم سامع أن من شيعة ضد المالكي أيضا، جماعتنا ما يقصروا، نخرتهم الأنانية، نخرهم الترف والاستبداد، نخرهم الفساد، وتتوقعوا بالأهم أسوأ ما في شيء أنه ما في النواهي اللي تحمي الكيان، النواهي اللي تحمي السلطة، عندك جمهور تحت القذائف والصواريخ وهو يروح يمشي إلى في عاشوراء وفي غيره للكاظمية للكربلاء معها، وناس مستعدة للموت والناس ساكتة، لكن هؤلاء ما كانوا يعني هذا الشعب ما يستاهل هذه القيادة، باختصار مع احترامي ما يستاهل، بالتجربة ما يستاهل، هذه القيادة ليست جديرة بأن تحكم هذا الشعب، ليست جديرة. الآن تقول لي هذا هو الموجود، صحيح. الآن تقول لي منه أفضل من ما بدخل إياك في التفاصيل، لأنه تشابه البقر علينا، هذا هو، ما أقدر أقول لك شيء، لكن الألم الحقيقي أنه كان لديك إمكانيات تمسك الدولة 10 سنين، عندك مليارات متقادر حتى تصرفها وين؟ ما عندك يمكن 150-160 مليار ما تدري وين توديها، وعندك شعب موجود مستعد، وعندك ناس قالوا إليك لا، مشكلة أنه أنت ما تفهم، مشكلة أنه أيضا ما تبغى اللي يفهم يفهمك،
أنا أسمع التلفزيون المحطة العراقية هالأيام، أسمعها بألم، ومن جهة الهوسات أنا مغيرة يعني الضايقني وايد. أتألم حتى الخبر يوم اللي بدوا يبغى يقولوا خبر ضد السعودية ما يعرف يكتبوه. ما يعرف يكتبوه متعودين، ما هو عندنا، ما هو أصحين هذه المحطة ما تعرف. إذا أنت عند القيادي يودي معلومات لدول الخليج عن معارضة، فش تسوي هذا الشيء؟ أو واحد شيعي يروح عنده استثمارات ويا الآخرين، هذول اللي ضد المالك بعضهم، استثمارات في الإمارات وعلاقات ويا البحرين وهالشغلات يعني. بالله عليك أنت كفو تواجه الآخر؟ أنت مو كفو بهذا المهلهل هذا. لو تعطيه في يستحضرني في مفاوضات الإمام يعني بعد معركة صفين وإجبار الإمام علي سلام الله عليه على المفاوضة، يقولوا قالوا أصروا عليه إلا أبو موسى الأشعري هو اللي فاوض، قال هذا حتى ما قاتل وياك قاعد فوق هناك ما قاتل، قال إلا هو اللي بغى هذول الخوارج. وعلى فكرة قبل ما أكمل هالقصة، إذا أردتم أن تعرفوا نهاية داعش اقرأوا تاريخ الخوارج، وهذا قصة طويلة لأن هذا الفكر خارجي، وكل المسلمين كانوا يقولوا الوهابية خوارج، وفعلا هو فكر خوارج، بل حتى بين السعوديين النجديين من يقول أن فكرهم فكر خوارج. ولكي تعرفوا هذه الدموية راح تشوفوها مكررة في التاريخ عند الخوارج. إذا تبغى تعرفوا عناصر التدمير اللي صارت للخوارج روح لها. المهم قالوا نبغى أبو موسى الأشعري اللي يفاوض. أبو موسى الأشعري يمثل إمام علي في العراق، يعني العراق، وذاك عمرو بن العاص. يقول واحد اسمه السلطان العبد شاعر يقول للإمام علي، يقول ولا آخذا حظ أهل العراق ولو قيلها خذه لم يفعل. يعني لو واحد جاء قال أبو موسى الأشعري هذا حقكم، ما راح حتى يدي إيده يقول أعطيني، مو بعد يطالب فيه. عندنا قيادات في العراق حقيقة أنا ما أقدر أقول شيء كثير، لكن الله السيء لا يعرف صديق، لا نسي واحد عندهم صديق، لا يسمعون رأي، لا يعني. وهذا قاتل. ممكن هذا من تجربة العراق، لأن العراق عمره شيعة ما حكمه، هذا ممكن أيضا لهم عذر جزئيا. ولولا هناك مرجعية وشوية تسديد من الإيران لهذول الذبحوا، هذا حين الله لمهم شوية لكانوا تقاتلوا، هذا إذا ما صارت شوية قتل يعني. بس هذا كان تدمير داخلي. أنا أظن الذي فعلته السعودية مسألة عادية بعد هالمدة الطويلة عادية. السعودية فلسفتها واحد لأي واحد. أنا سألت شخصيا مجموعة من القيادات العراقية اللي تمر هنا، وليش بمن فيهم الجعفري، بمن فيهم العسكري، بمن فيهم عبادي، كلهم هابسة. بابا انتوا كل ازمتكم ترى جايه من السعوديه، من هذا الموضوع، هذا الموضوع، هذه القضيه، هذه القضيه. يقول ايه، انا ذكر الدكتور جعفري في فندق ما قال ايه، وانا احكي اكثر من هالشكل اليهم يوم الاول يوم شفناهم. شو في مطلوب منهم امريكيين ما يشتموا السعودي. يوم شتموا السعوديه اول امس، البارحه في الامريكان انتقدوا المالكي. البارحه قالوا يجب ان يتنحى اليوم، يجب ان يتنحى. هسه يتنحى هذا موضوع، انا ايضا معاه يتنحى، بس بعد ما يكسروا العمليه العسكريه مو وقت. بس هذا مو النقاش. النقاش انه هذول من زمان. انا كتبت مقاله 2003 السعوديه ضد الحرف شين شمري وشيعي، ذاك عجيل الياور اذا تتذكروا، كانت السعوديه ضده، جعلاوي السعوديه كانت ضده، جل جعفري السعوديه كانت ضده، جل مالكي هم السعوديه كانت ضده، صدام هم السعودية كانت ضده، عبد الكريم قاسم كانت السعودية ضده، الملك فيصل كانت السعودية ضده. بابا هذا تاريخ طول تاريخية ضد العراق، ضد موقع العراق. كل العراقيين يدروا كمسؤولين أنه السعودية لا تريد أن يستقر العراق، يجب أن يتدمر، يجب داخليا. لا ينافسنا في سياسة. تدري يعني عراق قوي؟ عراق قوي يعني ياكل من حصة السعودية ومكانتها الإقليمية، وهي حصة قاعدة تطمحل. تدري يعني إذا استقر العراق يعني ينتج نفط موازي لنفط السعودية، يعني مكانة السعودية الاستراتيجية تقل. لهذا السعودية، وأنا صار عندنا من المسؤولين العراقيين، ترفض. هددت شركات نفطية من أنه تستثمر في العراق وتتعب.
بس الإغراء لبعضها كان كبيرا فذهبت. السعودية كانت الحبر ما زالت هي في حملة ضد داعش يوم خشيت أنه يتهموها بأنها تدعم داعش في سوريا. فجأة انقلب الأمر، دخلوا العراق طلعوا ثوار وهم يقولوا إحنا داعش، يقول لا أنتم مو داعش أنتم ثوار، يقول له يرفع علم النصرة يقول لا أو الجبهة ISIS يقول لا أتن، يقول مثل واحد يقول بابا أنا شيعي يقول لا تسد، يقول بابا والله أنا شيعي يقول لا والله تسد، مش هذا بالقوة يعني ليش؟ حتى حسن فرحان مالكي هذا لطيف يكتب في تغريداته يقول بالأمس كانت دواعش إرهابيون في سوريا واليوم هم يمثلون السنة في العراق، هم أهل السنة لا شيعة فيها، وغدا حينما يأتون إلى السعودية سيتحولون إلى أنبياء وملائكة. يعني خطوة خطوة، وهذا الفكر مالهم، هؤلاء الرجال مالهم، هذه الأموال مالهم. أنا بالنسبة إلي كل ما قالها الأخ بدر أيضاً أنه أنت لا تعرف الصديق مع العدو، وأسوأ ناس في هذا هم القيادة العراقية، لا يعرفون صديقا ولا يعرفون عدوا، مخبوصة عندهم، يروحوا لحد السعودية يخبصوا ما يعرفون، ما عندهم صديق، دولة اللي دولة عندهم صديق وياها دولة ما عندهم، ما يعرفوا. حتى اللي ساعدهم، حتى اللي كتب لهم، حتى اللي مد يده لهم من أجانب من عرب من ما يعرفوا، ما 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 احتفظوا بصداقة، ما نموا صداقة. والله الإعلام ضدنا، هي من أمة الإعلام كان وياك هو طول حياته. طيب ما يعني أنا الإعلام أمسك الأرض، أنا باقي دقيقتين امسك الأرض. أنا لا أظن يعني أن السعودية داخلة في هذا، السعودية هي الوحيدة التي تقاتل العراق. أنا شفت مصر سكرت لكم البغدادية اثنين وسكرت لكم الرافدين، مصر لأن عندها في دولات أبعد عن الذي يدير المعركة الطائفية على مستوى العالم الإسلامي هي السعودية، الذي يقتل ويذبح وعنده أيديولوجيا هذا النوع من الذبح، هذا والله ليس مصدره لا أزهار ولا مصدره الزيتونة ولا مصدره أي أحد صوفي في أي مكان في العالم، مصدره هو نجد، هذا هو فكر نجد. اقرأوا، أنا اللي انتهشت أنه حتى فكر الوهابية لم يقرأ في العراق، بابا اقرأوا موجودة كتب، تروح السعودية تعجوا وتزوروا اشتروا الدرر السنية هذا 14 مجلد اقرأوا، هذا هم اقرأوا، إذا ما تشوفوا بعوائلكم على الفيديوهات اقرأوا. أنا أظن هناك أشياء كبيرة، أنا ما عندي ثقة باللي يجري في العراق هذه القيادة كلها، أنا عندي ثقة أنه في أحد ما شوية قاعد يسدد من جهة المرجعية ومن جهة إيران باختصار منها، ولولا هالاثنين هذا العراق من زمان انتهى وأكلوكم السنة من زمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا جزيلا دكتور حمزة الحسن على هذا النقد القوي للقيادة العراقية. ويا اخوان نرجو انظركم، نرجو الصمت انظركم، والله اذا ما بسكتون ما واصل في البرنامج، فالرجاء الصمت خاصة من الاخوات ايضا. فإذا أنا أرى أيدي مرفوعة، شفت أول واحد جلال وبعدين الشيخ والدكتور محمد حيدر، تفضل جلال. سبحان صوتي عالي مو مشكلة. حقيقة طبعاً الموضوع مرتب له من فترة طويلة.